أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. شهر مبارك كريم بالتيسير على جميع المسلمين كافة أجمعين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لهذا السؤال وهو تلقيح ديال كورونا في رمضان، فهذه المسألة لا بأس بها، يعني تسمى بالنوازل. فقال العلماء بأن تلقيح ديال كورونا أن لا علاقة له بالإفطار نهائيا. لماذا؟ لأن هذا اللقاح ليس هو طعاما، إنما هذه الإبرة فهي تمشي يعني في يعني الجسم ديال الإنسان، يعني العضلة، هي كتدق يعني في العضلة. والصيام أو الإفطار العلاقة ديالو يعني بالفم، يعني ما دخل من الفم وما خرج من الفم، لا بطريق الأكل ولا بطريق يعني القي. فهنا بالنسبة للقيح ديال الكورونا ليس فيه شيء. بالنسبة للصيام فالإنسان يمشي يتلقح ويدق هذيك البرة ديالو يعني عادي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وما كاينش شي مسألة يعني في هذه المسألة، هذه مجموعة من فتاوى يعني ديال العلماء، لا في المغرب ولا في المشرق، لأن هذه المسألة يعني حساسة شي شوية، فهي الناس يعني كيبغيو يسولوا عليها يعني بزاف. فبإذن الله تبارك وتعالى هذا التلقيح فهو يكون فيه الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. والإنسان ملي تيصبح يعني هو صائم وينوي الصيام ديالو، إلا جاتو النوبة ديال التلقيح يمشي مثلا عادي ويتلقح، والصيام ديالو راه هو صحيح إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ويتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم الصيام والقيام، ويحشرنا في زمرة خير الأنام إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. عادي جدا أن الإنسان يمشي مرتاح، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة إلى المرأة ولا بالنسبة إلى الشاب الصغير يعني أو الشيخ. إنسان ملي يتصلوا به أو يكون عنده مثلا الموعد يمشي يدير اللقاح ديالو بسلام، فالصيام يكون صحيح إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ما يخافش الإنسان وتتبدا تجيه الوساوس، يقول لك لا هذا يعني هذا اللقاح راه يفطر او لهذه المساله، لا، فالصيام يكون ان شاء الله باذن الله صحيح. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، والله يجعل في هذا اللقاح يعني الشفاء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. والإنسان يمشي يدير اللقاح دياله يعني لأن هذا سبب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا وجعل الله له الدواء إلا الهرم والموت. فالإنسان يتشجع إن شاء الله ويمشي يدير اللقاح ديالو، وما يخافش وما يسمعش يعني من شي أقوال لا ما غنديرش اللقاح، لا اللقاح غادي يقتلني، لا غيدير ليا، هذيك أوهام ومسألة خاوية. الإنسان يتوكل على الله ويمشي يدير اللقاح ديالو، والصيام ديالو راه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى كما تقدم. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.